بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لكواس دنخر يشان دي يكل دي يقن دي يقر دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصلنا نوغن حلقاتنا وليينك الاستعانة والاستعاذة و الحمد لله والذبح والنظر الناس الجنين قابين وغن ناس الجنين ورانيغن الاستعانة وران معناها غن وران لقر انون سقر قشي بينكون إياك نعبد وإياك نستعين. وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورايكن إذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة طلب العون وهي أنواع. الأول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك، يعني كنت يا ربي استعانتنا كنت كايقن اللي نريا الاستعانة بالمخلوق الدام در برضه استعين توبو، يعني عوان ستوبو كابيروك محقد وانانك اسي يتولو قابي يتولو شن تولو قال نواتكو معناها قن يعني نيت كاباوك كاباوك كابي يتولو انسانتي، يعني استعين توبو قرسا قرسا عاسي سيرة أقولك ورسيرة كذي ورسيرة أقولك وركابير وكذيبة جائز جن ناولي كان لاخوا مباشرة عبادة اثنين، يعني الاستعانة يعني جار أكان جدار أكان عبادة سنة قبالة سنة جالتك طوالي آخر شاخ لله رب العالمين آخر شاخ وليقين إياك نعبد وإياك كد أستعين كن أنت كابينا يا رب العالمين أنت جنيت كابر آخر كل لجأ كن كل إقرأ كن كد أستعينكن كعيب آككن معناها جن لينريها، يعني الدام در مخلوق نجرس أحسن عدلي فلان ذكى به نحارب سمخري دي ورينا كان سنها بله وري جابيسية وري لخندة وري شنو قليه أي شيء يتولو نين جائز جن وري هنين تعاون لتجن وري والله سبحانه وتعالى تعاون صيغ أخير عاون يك تعاون سهل يك وري الله سبحانه وتعالى يك وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واحسنوا إن الله يحب المحسنين. الناشئين جاء أشياء محمودة سيخرها الاستعانة بمخلوق حي حاضر قادر، فهذا لقون لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، يعني إنسان نقرسك وصنعسي استعنتبه أكل شوية، يعني سخرية سنك استهزاء سنك تحوك معناها قل سجرها الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر قائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد إن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. أعوذ بالله نين خطر جدا لا أكرم بخصير بلي فرضو نين علم شاخ حاجات يعني خفي شاو قيب شاو يروا فلان كابي إليلي يلان ناشي يعني أنه تكون يعني إنسان كرام بخصي أستعين تبو آكل معنا أقل سجر الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله أستعينوا بالصبر والصلاة قاعد تسود يسره أستعينوا بالصبر والصلاة، يعني إن شاء الله جار كبير ويقين إلى صلى يسرا استغفردا صدقة قدمرا كأرحم سواسلدا خير إسرا دعوة قدمرا ننو جائز إن شاء الله. نان استعاذت لنتنوهم، والاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق دين استعانة جن. نان استعاذة ورنقن قل أعوذ برب الفلق إنكن وإنكن قل أعوذ برب الناس. وإن مؤلف يعني الاستعاذة ربا ينخون لقلنا ورشح رحون لقلنا
الاستعاذة يقولنا طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به، محتم بمن استعاذ به ومعتصم به. والاستعاذة أنواع، يعني أعوذ برب الفلق. إذن كل يعني كد يعني حماية كو جربكن كعيب أخي جربكن يا رب، يعني كل لجأ كن، كل تقعست كن، كل فار كن، كل جرب كن، كد الناس عدم بهالد يعني ناشر قبتوية بيستوية كابيتوية عافيت أوتوية رزق أوتوية ولاد أوتوية نمو قلت يا عيتمية كد لج أكون كل لج أكون كل أجر أكون كل غا كل غان أكون كل تقعست أكون كعيب آك أكون معنى هجن. والله سبحانه وتعالى نبي بيانك لقنا نقوق. والاستعاذة بالله تعالى هي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضرا أو مستقبلا، صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، بشرا أو غير بشر. ودليل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إن أنت خلق رأوت نادك يا رب العالمين كنت أستعيذكم ما أنت قبية. إن المعوذتين طبعا يا أخوانا قرأت رب الناس دي قرأت رب الفلق قول والله أحد دي إن آياتنين آياتنا صورنين صور مباركات جن بالذات رقية إنسان رقية جربا عافية جربا الدو سحر دو حسد دو سرعة دو قليل دو نيل نادك للتحسين ينا أولاد در سينا بهم ينا قورة در جنيت جنات در لا خونا في خنسة حسن دم كلون دك سرادي ضروري جنوا صور عظيمة جنا صورنين. والله سبحانه وتعالى أكدك أنهم كنوا هذا العلم أكدك أنهم كنوا أننين كافيات جن وإن شاء الله شفاء بقدبان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر الآيات. والثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من حديث لي أنا صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني كل أكون أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقوله في دعاء الألم كذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، يعني شو قد وعنا كألم وعلانا كان شو تغيرك ناس قام دور دي بنها بري أي كان كل شو تصير من أنقص قام دور دي بسم الله بسم الله سيقو كد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. إذا لن تمرد إن شاء الله نين رغية رجن دواء رجن شفاء رجن وانين ناو دليل سمعنا عصوهنا ما دليل قدوا عقلنا عصوهنا نكوف كتاب ندر سنة ندر الاستعانة دي استعادة دي نان قريب أدنهم النوم نان مباشرة الاستغاثة الفرنوغن ندم بك الذبح وندر الفرنوغن. والاستغاثة ورنجن دول نروح ورن معناها جن استغاثة. الله سبحانه وتعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة طلب جن طلب جارلت جن طلب جارلت جن جربنا جارلت جن جرب جارلت جن جرب جارلت ورني طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. يعني مثلا إنسان تحرق رجع ربه هلاك رجع ربه وله شدة له وأنا مرة أصعب يعني سنعت يعني قرصة قوصة عاد نتروك شدة له نتروك مغلنا نتروك ونه كنت أغيثه ونه كنت كابه ونه كنت ترقبه. الله سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نين عون جربيني استغاثة جربينه الله سبحانه وتعالى إن أستغيثهم. كذلك ذبحهم بكم ذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح غير الله. طبعا الاستعانة نان قابل يخون ديبا إنسان كرم بودر أستعين ده شغلة لكن يعني استقاست أصير أبوهم شغلة كرم بود
يعني في استغاثه والذي لكن حي انسان كان يعني استغيث ربك ابوك كبيرك جرسك ني قدامني ان حيلات تكلف صح طاقت نقل زياده كلف سرا شغله نان ان برخيل انت ناقوم ولا نقم برخه الذبح يهونكو الذبح قوله تعالى عبادة جار عباس رضي الله برخد عباس رضي الله معناها هاجن وسبارخ رنجن لله رب العالمين ويكون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي نسك برخنا جن يعني ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له مناسك رمبكون حج سنين فرنا أبوم عمرة تور مناسك شنستك نانت يوم الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه لا أخوة برخ رقبه قصد جارخ لوجه الله سبحانه وتعالى أنه محمود قل قلنا صلاتي ونسكي وحياة وماتي لله رب العالمين لا شريك له إن آياتي إرسنك ليغرى إكراه وأنا إكرام ديفيد آكم كده برخ تشهرق مشكلة الشخلاني كشوش وتجرب رم كده سخة ما برخ رن مشكلة إلا ديبو جميل آخر فنت إيراخن بقى آخر لو آخر كوغا شايد ورو كشوشي براخرا ما قران مشكلة إلا إن هاي مقديبو إن جرف سقاق يعني إربل فرنو براخنا كارسي براخنا بسم الله إن قد براخنا جار يعني إن كلاقا سنعدلي إسنالو نينجن إن هاي مقديبو إن جرف سقاق إن ممنوع نان نذر لفرنوكن والدليل بتاع النذر يقول الله سبحانه وسبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا بمعنى يعني أي دليل كون النذر من العبادة النذر برضو يا أخوانا من عبادة وليوك الله سبحانه وتعالى يكون دليل سمعيسي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني ان نسال عدنين ان جارسوك ايتو ناوغن وكل يعني وكل محبوب من 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 من, من الاعمال من ينس نولم يعني عمل ينس نقولو عباده جاردغن عشان كذا قالوا يخافون يوما كان شره مستطيرا يعني نرى يوم القيامه نذرهم بو يعني ندير دقيتو ما الناس عدنيس عن نهب النهب يجين يران هنا يخوين قراء خالد أم بقى برخي يجين يران كفي قط ألزم رق معناها جن نين واجب جن لا لا يا خان ساكت يربون قدمنا أخر دم بيخص كوس إنسان وانا ما الناس عدنيس سقاق معناها نين وعبس يغني في خص ألزم دم بي عشان كده أولا أن تكفي خص ألزم رق جارك الله بقى ودبك دم بريهم كده يعني جاري سنك بالتزام كل التزام الله والله سبحانه وتعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم وليؤفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أي إنسان نذر كما يقول والنذر لا يأتي بطاعة يعني ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه يعني جارسي أن طيعي يقين يقول واسكت وأن الإنسان طيعه له واجب جن ما نني لاود التزم ذنبي وخلاصة النذر قرآن يقول ورأي يكون مؤلف النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه وتفاصيل قريهم بقديبة أن أشيانين يعني والحمد لله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.